السلام عليكم مشاهدي قناة لوسيل تي في. ميكروفون اليوم خاص بالدوري المغربي، دوري المحترفين لكرة القدم. مباراة مهمة من خلالها غادي يستقبل فريق الدفاع الحسني الجديد فريق الوداد البيضاوي بملعب العبدي بالجديدة. مباراة مهمة بالنسبة للطرفين. خرجنا باش نسولو الجمهور الودادي والجديدي والمغربي عامة على التوقعات ديالو لهاد المباراة المهمة. ميكروفون يقدم لكم برعاية المغربية للألعاب والرياضة لايم دي جي اس. ما تمشوش بعيد. النتيجة غتكون مرضية للطرفين، خصوصا الفريق اللي غيلعب مزيان هو اللي غيستاهل الانتصار. والحمد لله كنا مغاربة. هذه حاجة باينة ضروري من الانتصار باش يزيد في مقدمة ديال الترتيب. خصوصا انا تيتصدر الدوري المغربي وخاصو يزيد يحافظ على اللقب ديالو العشرين. لا ما غتكونش مهمه صعبه، خصوصا في عقر الدار الجديده دفاع الحسني الجديدي، وكذلك مثال الدفاع الحسني الجديدي ما غاديش يبين بان نقطه الضعف ديالو، انما غيكون قوي في الميدان ديالو. النتيجه غتكون مرضيه للطرف اللي غيلعب مزيان. النتيجه شحال كتوقع؟ غتكون انتصار الجديدي. صافا؟ صافا الحمد لله بخير. والله الا بخير. مشي لي ضارب تريكو زوين ديال هذاك الشيء. الروح الرياضيه يلا الوداد الجديده. اي شوف دونك كنشوفوا ان الوداد خويا في الصداره الاولى، هي في المرتبه الاولى، وبالنسبه للجديده عندهم واحد الملعب اللي هو شويه عيان فهمتيني. اذا ملي غنلعبوا عندهم كنظن بان الوداد غادا تربح ان شاء الله، حيت ديما وداد وفورزا روخا. واخا في حاله انتصار الوداد غتقرب من لقب البطوله بشكل كبير كبير كبير. نعم غادا تقرب البطوله ان شاء الله كيف قلتي نتايا بهذا الشيء ديال كبير كبير كبير. وشكرا على الابتسامه. اذا هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله. الوداد هي الاولى وديما كتبقى هي الاولى وديما وداد. النتيجه اللي كتوقع على هذه المباراه؟ النتيجه خويا غادي نقدر غنقدر ان شاء الله قول ديك ان شاء الله باذن الله شي 3-0. مباراه الوداد الجديده غتكون مباراه مزيانه، غادي يكون الجمهور غادي يكون المشجعين وكذا، وانا عارف بان الوداد غتربح ب 3-0 ياك. 100% الوداد غتربح ب 3-0. كتشوف باللي المباراه غتكون بلعب العبدي امام فريق اللي ماشي سهل بحجم فريق الدفاع الحسني الجديد. الحمد لله عندنا فريق في المستوى، والوداد ربوني كيب الحمد لله، وفريق في المستوى وكاين لعابه باقي صغار ولعابه مزيانين. كنظل الوداد هذا العام ان شاء الله الا دي البطوله تشيل الاولى متميزه على جميع الفرق، وان شاء الله الجمهور غيمشي يساند الفرقه في الجديده باش نديو البطوله ويوليو عندنا نجمات في اللوغو ان شاء الله ندوزو في اي بلاصه. كنشكر الجمهور ديال الوداد اللي فين ما مشاو تابعينا فين ما كانوا الحمد لله، وديما الشكر لجماهير الوداد. واخا النتيجه اللي كتوقع على هذا اللقاء؟ ان شاء الله الوداد تربح بجوج زيرو ونديو البطوله ان شاء الله وخدموا النادي ديالنا، لان بغينا نبقاو نربحوا باش الجمهور ديما يبقى تابع الفرقه.